طب نفتكر كده، فاكرين البرفيوجن؟ فاكرين الزون واحد اللي هو جود ابسنت برفيوجن اللي هو مش موجود نورمال عندنا، وزون اتنين اللي موجود عندنا اللي هو مايلد برفيوجن اللي هو بيملى اكتر في السيستول، وفي الجزء اللي هو الكونستانت برفيوجن او الويل او بيرفكت برفيوجن اللي هو الزون ثلاثة اللي هو البيز. نيجي كده نشوف اللانج زي ما احنا شايفين الابيكس اوف ذا لانج بتاثير الجرافيتي، الالفيولاي مفروده ستندد ومليانه هواء، لكن الميدل ميد واي، البيز اوف ذا لانج الالفيولاي مضغوطه قوي، تمام كده. طب لما اجي بقى ادخل ال 500 مللي كميه الهواء بتاعتي اللي داخله من الانسبيريشن اللي يحصل، بنشبهها بالسوسته واللاي دي. السوسته واللاي دي بيقول لي ايه؟ بيقول لي زي ما انت شايف كده في اجزاء مضغوطه بالجرافيتي وفي اجزاء مفروده، ادي اجزاء مضغوطه واجزاء مفروده، تمام، زي بالظبط نفس الشكل ده. دخل الهواء، اللي عنده قدره ان ياخد هواء اكتر اكيد اكتر جزء ممكن ياخد الميدل زون لانه مش مضغوط وعنده مساحه زي البالونه اللي مش منفوخه قوي، تاخد هواء اكتر. طب البالونه اللي منفوخه قوي دي هتاخد قد ايه كمان؟ هتاخد هواء اقل. عشان كده الايبكس ديس فنتليتد مع انه اوفر ستندد هو منفوخ اكتر بس ما بيتجددش الهواء اللي فيه، فطالما ما بيتجددش يبقى ديس فنتليتد. الميدل زون بيرفكت فنتليتد لانه بيتنفخ قوي. طب البيز برضو الفنتليشن فيه كويس لان البالونه ممكن تتنفخ اكتر من كده. الشكل ده يوضح لي اكتر زي ما احنا شايفين كده اترست، ادا الابكس اوف ذا لانج وده الميدل زون وده البيز. لما يخش الهواء الابكس اهو لما دخلوا الهواء زاد شويه صح، بصوا الميدل بقى لما دخلوا الهواء زاد قد ايه؟ هنا زاد مثلا 20% من حجمه، لكن هنا زاد حوالي 100% او 150% من حجمه. طب البيز كانت اهي وصلت الحجم ده، لا دي زادت قوي، يبقى عشان هي كانت الابكس اوفر ديستندد لما الهواء دخل فيه هو باد فنتليتد، مش فنتليشن فيه مش كويس. طب اربط بقى الفنتليشن بالبرفيوجن، يبقى اللانج الابكس بتاعتي باد فنتليتد باد برفيوز، يبقى البرفيوجن كمان مش هيبقى كتير، مش هي ما بيجيلهاش هواء متجدد كتير اودي لها دم كتير ليه؟ ما بيروحلهاش كتير. الميدل زون ده مودريت فنتليتد مودريت برفيوز، اما البيز جود فنتليتد جود برفيوز، يبقى الفنتليشن برفيوجن بقى قال لك نتيجه الافكت اوف جرافيتي نورمالي ابرايت بوزيشن، وانا واقفه كده ابرايت بوزيشن الابكس بتاعي اخباره ايه؟ قال لك خد بالك بقى اللانج ابكس الانترا بلور بريجر فيه مور نيجاتيف ناقص 8، هي اوفر ديستندنت اصلا والترانس ميولر بريجر والديستندنج بريجر عالي جدا، فهي دايليتد، فالابيكال مشدوده وفيها كميه هواء كتير، لكنها ليس كومبلاينس مش هتقدر تفرد اكتر من كده، فعشان كده ما هياش موبايل ما بيتجددش فيها الهواء، ليس موبايل الفيولاي، فتبقى ليس فنتليتد اثناء الانسبيريشن. يبقى الابكس بتاعي اللي هو اوفر ديستندد، شايفين شكل رسمه البالونه من تحت، هو اوفر ديستندد مش هياخد هواء كتير، زي اللي بالونه اللي ناقصها نفختين غير البالونه اللي منفوخه نص ونص غير البالونه اللي هنفخها اقدر انفخها للاخر، تمام كده. اللانج بيز الانترا بلور بريجر ليس نيجاتيف اللي هو ناقص 1 مليمتر ميركوري، عشان كده هي مور فنتليتد. نيجي بقى الفنتليشن برفيوجن ريشيو، هو الماتش ما بين كميه الهواء اللي داخله والبلاد فلو. الفنتليشن برفيوجن ريشيو قلنا في يعني فنتليشن وكيو يعني برفيوجن، هي الريليشن شيب بتوين ذا اماونت اوف اير ريتشنج اير ساكس اللي توصل الفيولاي اوف ذا لانج اند ذا اماونت اوف بلاد ريتشنج ذا لانج، الماتش بين الهواء اللي وصل للالفيولاي وكميه البلاد اللي وصلت لها. جنرالي الفنتليشن اند برفيوجن ماست بي ماتش، لازم يبقى في بالانس بين فنتليشن برفيوجن، يبقوا تقريبا ايكوال، لو فيهم واحده اكبر كتير من الثانيه انا هستفيد ايه؟ ممكن لو كميه البلاد كتير تضغط على الالفيولاي تقلل الهواء، طب انا عملت جاز اكستشينج، طب لو كميه الفنتليشن اوفر او ديستندد اقل من البلاد فلو هعمل جاز اكستشينج فين؟ لازم يبقوا ماتشنج مع بعض.
يبقى الفنتيليشن برفيوجن ماست بي ماتشنج، اقل برفيوجن مع اقل فنتيليشن في الايبكس، والمودريت مع المودريت، والماسيف او البيرفكت برفيوجن مع بيرفكت فنتيليشن، لان الالفيولاي دي كان بي ديستند تو مور سايز. زي ما احنا عارفين البلاط فلو ماشي اهو في الكابيلاري، وضع الفيولاي والفيولاي، كل ما يزيد البريشر في الالفيولاي تكبر او كل ما تبقى اوفر ديستندد هتضغط على الكابيلاري تقلل الفلو لانها ما بينهم وبين بعض. طب لما يبقى ده الفنتيليشن وسط يبقى البرفيوجن وسط، يبقوا ماتشنج مع بعض، وده زون واحد وده زون اتنين وده زون تلاتة بتوع اللنج. فنتيليشن برفيوجن ريشيو، افكتيف الفيولار فنتيليشن اللي هو الفي اللي احنا قلنا عليه بقى ايه، نشيل الديد سبيس من التايدال فوليوم، يعني يبقى 350 ملي في 12 نفس في الدقيقة تطلع لي 4.2 لتر في الدقيقة، ده اسمه الافكتيف الفيولار فنتيليشن. طب البرفيوجن قد ايه؟ هو الكاردياك اوتبوت 5 لتر في الدقيقة، كمية البلد رايحة للنج هي كمية الكاردياك اوتبوت 5 لتر في الدقيقة. الفنتيليشن برفيوجن ريشيو هقسم بقى الفنتيليشن على البرفيوجن 4.2 لتر على 5 لتر تطلع 0.84 يعني حوالي 84%، يعني نير 1 نيرلي 1 قريبين من ان هم يبقوا ماتشنج قوي. عشان كده البالمونري بلاد فلو ماتش الالفيولار فنتيليشن. ادى الفنتيليشن برفيوجن ماتشنج، ادى الفنتيليشن برفيوجن. لو قلنا عند اللور part of the lung، عند اللور lung اللي هو عند الابيكس، هلاقي ان البرفيوجن عالي والفنتيليشن عالي. طب عند الابر عند الابيكس هلاقي الاثنين قالوا مع بعض، فده اسمه matching. ventilation perfusion relationship، اول حاجة ال matching of ventilation and perfusion in all regions of the lung is a critical determinant of healthy gas exchange. صح، لازم يبقوا healthy. طب the ventilation perfusion ratio is greatest at the apex of the lung and least at the base. ليه؟ لان اصلا الابيكس اوفر ديستندد من الاساس من الاول، فهو فمديني كمية هوا فولس ان هي كبيرة، تمام. فالفنتيليشن على البرفيوجن ريشيو مقسم حجم الهوا اللي هنا على البلاط فلو الاقيها. توز اوبزيرفد ذات اوكسجين تنشن الفيولار اند بالمونري فينز حوالي 100 مليمتر مركوري، يبقى الاكسجين تنشن في الالفيولاي والبالمونري فينز حوالي 100 مليمتر مركوري. طب لما بشوفه بقى في السيستميك سيركوليشن بلاقيه كام؟ بلاقيه حوالي 95 مليمتر مركوري. الفرق ده جه منين؟ فاكرين المحاضره اللي فاتت؟ فاكرين فيسيولوجيكال شنت؟ برافو عليكم. كانت 2% كانت نتيجه ايه؟ اول حاجه الاناتوميكال شنت اللي احنا اتكلمنا عليها المره اللي فاتت، اللي هو الدرينج بتاع اللنج بيروح دايركتلي على البالمونري فينز، والدرينج بتاع الليفت فنتريكل بيصب جوه الكافيتي بتاعه الليفت فنتريكل. يضاف لي فاضل لي ايه بقى؟ فاضل لي حوالي كمان 3% عشان يبقى 95. 3% دول منين؟ جايين من الميس ماتش بتوين الفنتيليشن برفيوجن ريشيو. عشان عندي الفنتيليشن على البرفيوجن حوالي 85% مش واحد صحيح، فده عامل لي ميس ماتش حوالي 3%، ده اللي مخلي الساتوريشن بتاع الاكسجين جوه جسمي من 95 ل 98 ما بيوصلش 100% بسبب الفسيولوجيكال شنت والفسيولوجيكال فنتيليشن برفيوجن ميس ماتش. بقول فسيولوجيكال يعني الطبيعي ان في سام ديجري اوف ميس ماتش. بس in the lung apex the ventilation and the perfusion decreased، صح كده؟ الاثنين قليلين، لكن الديكريس في البرفيوجن اكتر من الديكريس في الفنتيليشن، عشان كده بلاقي القيم عاليه. ventilation perfusion ratio يوصل اي زي ما احنا شايفين كده 3.3 و3.4، لكن عند الايبكس البرفيوجن يعتبر نسبيا اعلى من الفنتيليشن، فيبقى الفنتيليشن اقل اللي انا بقسمه فوق تطلع لي حوالي 6%. عشان كده فانكشنالي
الالفيولاي ات ذا ابيكس ار اندر بيرفيوزد بات اوفر ديستندد. الالفيولاي ات ذا بيز ار اندر فنتليتد بات اوفر بيرفيوزد. نيجي للشكل ده الايفكت اوف جرافيتي. ادي اللنج تمام، الفنتليشن اخباره ايه؟ من الابيكس للبيز يزيد من فوق لتحت. طب البرفيوجن يزيد برضو من الابيكس للبيز يزيد عند البيز، يبقى الفنتليشن برفيوجن ريشيو بيزيد من الـ من الـ من البيز تطلع للابيكس اعلى ما يمكن للابيكس تمام. يعني الاثنين يبقى الفنتليشن والبرفيوجن اعلى في البيز عن الابيكس. الفنتليشن على البرفيوجن الاقي الفنتليشن برفيوجن ريشيو الاقيه اعلى في الابيكس عن البيز اوف ذا لانج. نفتكر بقى الابيكس اوف ذا لانج الفنتليشن برفيوجن ريشيو لو جيت اقسمها الاقي اكبر من واحد، الاقي حوالي 3.3، يعني هو اوفر فنتليتد. هي اوفر ديستندد كلمه افضل من اوفر فنتليتد. البيز اوف ذا لانج اقل من واحد حوالي 6.10. طب الجزء الوسطاني بقى الميدل زون ده البرفكت فنتليتد بيرفكت بيرفيوزد بلاقي النسبه بيرفكت، بلاقي النسبه واحد. نفتكر ناخد بالنا ان الفنتليشن في الالفيولاي از ماتش تو برفيوجن ثرو بالمونري كابيلاري، زي ما احنا شايفين كده ادا الفيولاي والفيولاي وادا البالمونري كابيلاري. طول ما الهواء موجود والبلد موجود انا عامله ماتشنج. طب انا لو جيت في حته وقللت البلد، لو هو موجود وقللت البلد يبقى في ميس ماتشنج. لو جيت في حته وزودت قللت الهواء قفلتها يبقى في ميس ماتشنج. يبقى if ventilation decreased in a group of alveoli يقل الاكسجين تنشن. يبقى انا عندي دي فيها ventilation تمام، دي شايفين الاوبستراكشن اللي هنا ده ما فيهاش جود ventilation. طب لو ما فيهاش جود فنتليشن يحصل ايه؟ قال لك لا البلد بقى اللي كان حواليها ده يسيبها ويروح للتانيه زي ما احنا شايفين تحت كده. البلد ساب اللي هي مش جود فنتليتد اللي هو ما بيتجددش فيها كويس وراح حوالين اللي بتتجدد عشان يجيب مور اكسجين عشان يديني جود اكسجين اكستشينج. يبقى الفنتليشن برفيوجن ريشيو ميس ماتشنج ده معناها ان كميه الهواء امتى يحصل ميس ماتشنج زي ما احنا شايفين هنا، لو البرونكيال او الباسج اتقفلت فما فيش هواء يبقى انا عندي برفيوجن وما عنديش فنتليشن يبقى ده ميس ماتشنج. طب لو العكس البلاد فلو هنا اتقفل ما فيش بلاد ما فيش برفيوجن هي داخلها هواء برضو ده ميس ماتشنج. انما الويلاند جود هو ان يبقى الهواء داخل والبلاد موجود فور جاز اكستشينج. Thank you very much.